يوميا عبر عبور المملكة المغربية على مجموعة من المهام نذكر من بينها توثيق المعاملات مثل البيع والشراء، الوعد بالبيع وعقود الرهن، توثيق إنشاء الشركة التجارية، تفويض الأصول التجارية وغيرها، ثم تلقي الشهادات وتوثيق الزواج والإشهاد بوقوع الطلاق، تحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات مثل رسم الإراثة، إحصاء التركة، شهادة ثبوت الملكية واستمرارها، وعقود الربا والصدقة والقسمة. محمد السيسي ورئيس الهيئة الوطنية لعدو المغرب، حنا تنتواجدوا حاليا في المركز التابع لوزارة العدل ديال تكنوبوليس في إطار الندوة اللي هي غادي تنظم بعد قليل إن شاء الله من طرف الهيئة الوطنية للعدول، واللي الموضوع ديالها هو قراءة في مشروع قانون المهنة الجديد اللي هو راهو تمت إحالته حاليا على عمل أعمال الحكومة، وربما بعد أيام قليلة جدا ستتم مناقشته والمصادقة عليه، وفي انتظار أن تتم المصادقة النهائية من طرف باقي القنوات التشريعية إن شاء الله. تنتمناو باش هذا المشروع الجديد يعني يحقق ما عجز عن تحقيقه القانون الحالي المعمول به 603. حنا السيدات والسادة عدو الملكة كلهم ينتظرون ويتطلعون إلى هذا المشروع ديال القانون الجديد. تنتمناو إن شاء الله باش غادي يكون إنصاف رسمي وإنصاف نهائي لهذه المهنة العريقة من التوثيق العدلي. وشكرا لكم. زينب عبد الوافي، عدل موثقة باستنافية الدار البيضاء، مكتب بمدينة المحمدية. كنشكر الزملاء الإعلاميين ديالنا اللي ساحوا لنا هذه الفرصة للتعبير على المطالب ديالنا في هذه المهنة ديال مهنة التوثيق العدلي. كنشكرهم بزاف، وهذا التواصل هو اللي كي الحمد لله وسيط بيننا وبين المواطنين ديالنا باش يعرفوا آخر مستجدات ويعرفوا المطالب ديالنا ويعرفوا حتى الواقع ديال هذه المهنة هذه إن شاء الله عز وجل. فاحنا هنايا في هذا اليوم مع الهيئة ديالنا الهيئة الوطنية للعدول، المشاركة مع تلة من المسؤولين من المؤسسات والوزارات من أجل البحث في المستجدات ديال القانون المنظم لهذه المهنة. وهذا القانون المنظم للمهنة احنا كانت عندنا فيه واحد المطالب كثيرة جدا، اللي من شأنها أنها ترفع من الحمد لله من الكفاءة والمهنية والاختصاصات ديال السادة العدول. فإن شاء الله عز وجل كنتمنى هذه الندوة هذه أنها تكون واحد نقطة إضافية من أجل أننا ندعم هذا المشروع الإصلاحي اللي هو كيعم كاع إن شاء الله، لأن الوزارة ديال العدل عندها واحد مشروع إصلاحي كبير من أجل الإصلاح لهذه المهن الحرة التابعة للقضاء. فهناك مطالب كما قلت، وإن شاء الله في هذا اليوم غتكون واحد المستجدات وغتكون واحد الحوارات اللي هي غادي تحاول تعالج القضايا اللي هي طرحينها السادة العدول. ونقطة أخرى مهمة جدا، بما أنني امرأة وأتحدث فأنا امرأة عدل، دخلنا كأول فوج تاريخي بعد ما كانت هذه المهنة حكر على إخوة ديالنا الرجال. فكنتمنى احنا النساء ان شاء الله ان هذا الوجود ديالنا المهنه تكون واحد خطوه اضافيه من اجل اننا نمشيو بعيد في هذه المهنه ديال التوثيق العدلي، خاصه ان الاختصاصات ديال اللي كتعرفوا في هذه المهنه عندنا اختصاصات على المستوى عندنا عقود ديال الاحوال الشخصيه، عقود في العقارات، ما هو مدني، ونشيل الاحوال الشخصيه المجال ديال الاسره، ان المراه غتعطي فيها بشكل كبير جدا، لان قضايا الزواج، قضايا الطلاق، قضايا الارث، هذا من المواضيع اللي هي مهمه وشائكه. فولوج المراه لهذه المهنه وتوثيقها لهذه العقود في الاحوال الشخصيه هي بدورها واحد الحمد لله واحد كما قلت واحد المستجد اللي هو مهم ومهم كبير جدا. فنتمنى اننا الدخول ديالنا لهذه المهنه يكون فيه اصلاح، فيه تجديد، فيه تغيير، فيه واحد الافاق واعده باش اننا نمشيو بعيد ان شاء الله بهذه المهنه. وخص المغاربه كلهم يعرفوا باللي اننا العدول ماشي غير كيزوجوا، العدول ماشي كيمشيو يدعوا عندهم الطلاق الاتفاقي، العدول ماشي بوحدهم كيمشيو باش يدعوا عندهم الاراثات، وانما العدول عندهم البيع، عندهم الشراء، عندهم كل ما يتعلق بتوثيق العقود في المجال ديال العقارات.
وكاين يعني عندنا واحد الحمد لله مساحة شاسعة من العقود اللي هي كتخدم المواطنين ديالنا. الرحمن الرحيم. سعيد الصروخ نائب رئيس المجلس الجهوي لعدو السنافية طنجة. اليوم الهيئة الوطنية في إطار الترافع على القانون المهني في نسخته المعدلة والموجود الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة الذي انتظرته الهيئة الوطنية مدة طويلة حوالي 15 سنة من أجل استدراك نقائص القانون 1603 وللعمل على الحصول على قانون يتوافق مع متطلبات المرحلة بما تستوجبه من آليات عمل، وأن يكون هناك قانون يضمن للمهنة القدرة على الاستجابة للمتطلبات التوثيقية من جهة بتوفير آلية العمل من جهة، توفير الحماية المهنية للعدل، أيضا جويد العمل التوثيقي، ثم أيضا لتمكين السادة العدول من ممارسة مهامهم في جو مهني تسوده الكرامة والقدرة على المنافسة والقدرة أيضا على جويد عملهم التوثيقي. اليوم هذه الندوة تأتي في إطار التعريف بمشروع القانون المهني الذي عملت الوزارة الوصية ووزارة العدل على إحالته على الأمانة العامة للحكومة بعد الحوار مع الوزارة في إطار المقاربة التشاركية التي كان لها بعض الدور في تضمن هذا المشروع بعضا من المطالب التي رفعتها الهيئة الوطنية، ويبقى النضال مستمرا من أجل المطالب الأخرى. نعم كان سقف المطالب أكبر، المشروع القانون المهني الحالي استجاب لبعضها، نتمنى أيضا أن يتم استدراك الأمر من خلال الاستجابة للمطالب الأخرى، لأن الهيئة الوطنية ترى أنها شريك أساسي للوزارة الوصية في صناعة القانون المنظم للمهنة، باعتبار أن المهنة هي مهنة من المهن التوثيقية المساعدة للقضاء، وأنها أساسا تقوم على الاستجابة لمصالح وحاجيات المواطنين المرتفقين الحاجيات التوثيقية. ولذلك نرى أن الأمن التعاقدي، أن الأمن المجتمعي لا يمكنه أن يكون إلا من خلال القانون أكثر ملائمة مع التحديات والإكراهات، وأيضا قانون يستجيب للمطالب ديال السادة العدول. هي مطالب تكررت غير مرة في مع وسائل الإعلام، أيضا في طرحها مع وزارة العدل. لحد الآن السادة العدول يراهنون بشكل كبير على هذا القانون أن يكون أكثر استيعابا لمطالب السادة العدول، وأكثر استجابة أيضا لمتطلبات تحديد المهنة، تطوير المهنة، تمكين المهنة من خدمة المصلحة العامة وخدمات التوثيقية للمرفق، وأيضا تمكين السادة العدول من ممارسة مهنتهم عملهم التوثيقي في ظروف أكثر ملائمة وأكثر مناسبة وأكثر حماية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.